كاتب منكم مقطع جديد. يوم لقيتلكم بشي على البلاي ستور، كنت عند دور على البرنامج اللي اسوي لكم شرح ماينكرافت، لقيت هذا اسمه البرنامج جهاز كشف الكذب، حملته وبحط لكم اياه بالديسكربشن. هاتوا شوفوا عن جد. اول شيء هذا عبر البصمه، اول شيء حقول له يا انا شي يوم بدي اتجوز هلا يعني على القراء كلامك كذب، والله ما حتجوزك، كلامي كذب. يلا حقول له وشو حاطط هذا، يا انا انا احب شي امي، شو حلقول، انت تقول انا حقيقي جهاز الكفن، جهاز كشف الكفن. حقول له مثلا انا عندي شيء، انا بلاي ستيشن 4 ولا لا، هنشوف. انت كاذب يلعما يلعما، انا عندي بلاي ستيشن 4. هو بيعطيني اجابات، هو اوكي هجلي جرب شي تاني. وهم يا انا انا شي بلعب بسيارتي ولا لا، هنشوف عبر البصمة حطها كده، البصمة. انت تقول حقيقي عن جد بلعب بسيارة، انا ما بلعب بسيارتي يا حبيب. هات محلول جواب، بس هقول ولا شي بيقول، ما هقول ولا شي. لا يمكن تحديث رجاء اعادة المحاولة، والله عبر الاصبع هقول يا انا جاهز لتصوير فيديو. يلا نشوف جاري، تحليل التجربة جاري، انت صدق يلعما ساد، والله يا انا عندي شي قناة يوتيوب، نجرب خلاص عندي قراءة اخده. ها كلماتك صحيح، يا انا عندي شي 8. يلا شوف كلام مكتوب، والله ها لسه ما قلت لامي. يا انا عمري شي 8، علم صحه خلص مسحها، ان شاء الله ما يكون عندي قصص علي. كل ما قلته كذب، هاي انا عمري 8 سنين، هو الله عطيني. يا انا بلعب شي طابة، اللي سألته انت تكذب، والله ما بلعب طابة يا حبيب. اكتشفني شلون هون. يا انا انا بشي بشوف فيديوهات من فراس جيمر ولا لا، ديك لا الله، يلا نشوف
كلامك غير صحيح صحيح. بتفرج انا على فراس جيمر. يا انا شي مشترك بصفحة يوتيوب فراس جيمر ولا لا؟ هل تحليل جار التجريب؟ كلامك كذب. يا انا مشترك شي انا بفراس ولا لا؟ لا عم تطلع لكم هديك. هاي ما انا بصمتي. انت كذاب. يلعمه والله بتفرش. هاد من راسه بجيب براسه. هجرب غير شي. هذا البرنامج كاذب. اذا قاله صح فبكون عارف. ايه فسحها لحاله. مسحها من دون ما اقول. يا انا عندي شي بلايستيشن 4 عنا خضر. لا يمكن تحت الرجاء. يا انا عندي شي بلايستيشن 4 ولا لا؟ لا. يا انا يا انا عندي شي بلايستيشن 4. خلص مسحها على تحقق. ناين كلام كذب. كلامي ما له كذب. العم هاد من راسه. يا انا عمر اخي هو سنة بظهر حل. يقول هذا كذب كاني ما بعرف قديش عمره. انت تقول خاطئة. يلا عمى والله كشفني. يا انا بلعب شي بلايستيشن 4. كلامي انت تقول خاطئ. يا انا بلعب انا شي وي. لا. يا انا بلعب شي بوي ولا لا؟ هنشوف. انت كاذب. والله انا بلعب وي. يا انا عندي شي شحاطة او شبشب. شو اللي عن جد عندي شبشب؟ انت كاذب. عندي شحاط بقى وكيف شبشب. يا انا بلبس شي شبشب. يلا نشوف. هلا حلقلي لا انت تكذب عن جد. ما ب... والله كشفني. انا ما بلبس بالاساس شبشب بالبيت كأنه شجات عندي. طلع. يا انا عندي شي شجاد ولا لا؟ هلا بنشوف. كلامك ها كذب. لا ما عندي. يا انا فارت شي الشجاد ببيتي ولا لا؟ يلا هنكشف. الفاردو اللي فارد السجادة. يا انا فارد شي السجادة في بيتي ولا لا؟ ما خليته ولا سؤال. انت صدق.
والله شلون حددها؟ عن جد انا سويتها، هذا كان حلو. واو واو كان حلو. فبكون عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. والله مع السلامة. الفيديو القادم هو انه نشرح شلون تقترن بالواتساب انت على جهازك. لا ما حجيبه، كان هذا ما فيني اسويه. ومع السلامة.